السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. وانتم ما تشوفوا هذا لا فيديو، كنوجه لكم تحيه فين ما كنتوا اخواني اخواتي. لا فيديو ديال اليوم عباره على مجموعه ديال الاسئله اللي غادي نجاوب عليها عن طريق فيديو. المهم درك راكم لفتوني ولفتوا، يعني عرفتوا المحتوى ديال القناه، وكذلك عرفتوا انه مره كنجمع لكم مجموعه من الاسئله وكنديرها في لا فيديو باش تكون الاستفاده جماعية. الأسئلة اللي جاتني هي مهم، نظن على أنه واحد الربعة ولا خمسة ديال الأسئلة، واللي هي زوجي دار لي ريغروبمون فاميليال ولكن ما عطاونيش الفيزا، قولي لي واشنو غادي نديرو. بالنسبة كذلك الأخت سولتني أنه زوجها وأولادها عندهم جنسية فرنسية ولكن هما يعني متواجدين هنايا، ولكن هي ما قدرش تلتحق بهم، كيفاش عاودة كي ندير. بالنسبه للاخوان والاخوات اللي يقولوا لي لاكاف بغينا اننا نصيفطوا دي دوكيومون، يعني اوراق، ولكن ما بغيناش نديبلاصا، واش كاين شي طريقه اخرى باش نصيفطوا يعني لي دوكيومون لي بياس، يعني شي ورقه خاصكم في لاكاف. كذلك بالنسبه واحد الاخت سولتني قالت لي بغيت نقري اللغه العربيه هنايا في فرنسا، قولي لي كيفاش. كذلك بالنسبه للاخوان والاخوات اللي سولوني قالوا لي وشنو هي المقاربه ولا شنو هي موازنه تاع انني نجيب معايا دبلوم من الجزائر او من المغرب، كيفاش غادي يعني تكون هذه المقاربه او الموازنه هنايا بفرنسا وكيفاش الطريقه. وكذلك بالنسبه واحد الاخت سولتني قالت لي قبلوني انني ندير لا غوميز انيفو ويعني وبغيت نديرها، ولكن من بعد رفضت. غادي نقول لكم يعني واش انه لصالحكم باش ديروا هاد يعني هاد الشيء هذا اولا. وكذلك بالنسبه واحد الاخت سولتني على لو كومبليمونتير سونتي دو سوليداريتي، قالت لي واش ندير لو دوسي في لاكاف، ماشي في لاكاف اللي كتندار. المهم نبداو الاسئله، عطيت لكم يعني مجموعه على من غادي نهضر، اذا كان يهمكم الموضوع بطبيعه الحال تابعوني من الاول حتى الاخير باش تستافدوا. نبداو لا فيديو، كيف كنقول ديما اخواني اخواتي شجعونا بالتعليقات نتاعكم وما تنساوناش باللايك ديالكم وشكرا لكم. الو، بالنسبه للسؤال الاول واللي هو قالت لي على انه زوجها عنده الجنسيه الفرنسيه، وهي فاش دفعت الفيزا بطبيعه الحال قالوا لها انه رفضوا لك، يعني سي غار فاش يوقع هذا الشيء. الوغ الرفض كيكون لعده اسباب، وتقريبا كيكونوا اسباب اللي هما كيكونوا تقريبا ثلاثه او اربعه ديال الاسباب اللي كنكونوا محصوره في هذا السبب انه يرفضوا لك الفيزا باش انك تلتحقي بالزوج ديالك. يا اما الزوج ديالك عنده شي مشاكل في المحكمه، او الزوج ديالك عنده مشاكل باقيه في الطلاق، او انه الزوج ديالك يقدر بعض المرات يعني مانيش عارفه الطرف، يعني سواء الطرف اللي في المغرب او الطرف اللي هنايا كيكون على انه فرنسا ما قبلهش باش يدخل، بحيث يشكل ما غاديش نقول لك خطر، ولكن انه يشكل يعني مهم، يعني هادو هما الاسباب اللي كيقولوا على انهم يقدروا يرفضوا. لكن في هذه الحاله خاص الطرف اللي كيكون موجود هنا بفرنسا لابد ما يشوف محامي باش يدير لكم ان ريكور، يعني هذه خطوه اجباريه باش انه يعرف عن طريق نونت علاش انهم رفضوا باش يعطيو لك بطبيعه الحال باش يليفريو لك الفيزا. بطبيعه الحال الفيزا كتاخديها في البلاد، ولكن في نونت هما اللي كيعطيو لو ليفري دو فامي باش انك تاخدي الفيزا. المهم بالنسبه للاخت اللي سولتني كذلك على انه الزوج ديالها هنا والوليدات نتاعها، ولكن هي باغي تلتحق بهم ولكن ما عندوش السكن، عنده فقط فويي. اختي بغيت نقول لك على انه لاسيستون سوسيال راها ما دارتش غير النساء، دارت كذلك لاي مواطن، يعني سواء مقيم او عنده جنسيه او ما عندوش جنسيه، لاسيستون سوسيال خاص الزوج ديالك يمشي عندها، بحيث هو بالعكس راه عنده يعني عنده وليدات وساكن في فوايي، ما خاصش يكمل هكذا، بالعكس خاص يمشي يشوف، يعني اجباري، راه اجباري وحاله ضروريه خاص يمشي يشوف لاسيستون سوسيال ويقول لها على انه دير له واحد لو دوسي نتاع دالو اللي ديجا كنت هضرت عليه، والراجل ديالك والوليدات نتاعك راه يدخلوا في هاد الكريتير حيت ما عندهمش منزل، ولو دوسي دالو باش هكذا يعطيو لهم يعني سكن، يعني بحال نقولوا يعني لو بلو فيت بوسيبل. صاي اختي لو دوسي دالو يمشي يشوف لاسيستون سوسيال باش هي دير معاه ان رابور، باش هكا دير له ان ابوي سور لو دوسي، باش تعاونوا في لو دوسي. كذلك بالنسبه غادي نتكلم على واحد الحاجه اخرى كنت نسيت ما قلتها لكمش، نتكلم لكم حتى على الشوماج. المهم بالنسبه للدبلوم، اختي جبتي الدبلوم من الجزائر او من المغرب او من اي دوله، يعني يسمى دبلوم غير فرنسي من دوله اخرى، الا اذا كان الواحد قرا في شي يعني قرا في شي مؤسسة فرنسية في دولة ديالو اللي ساكن فيها، نعم، ولكن إذا كان قرا في يعني مؤسسة غير فرنسية بطبيعة الحال هاد لي ديبلوم خاصهم هنا بفرنسا يندارو في واحد يندار لهم واحد المقاربة أو الموازنة في واحد لو سيت
وهذاك لو سيت غادي نخليه لكم في صندوق الوصف وتقدروا انكم تدخلوا وتشوفوا له. نعطيكم مثال، مثلا هاد الاخت اللي صيفطت لي قالت لي على انها عندها لا ليسونس وانها عندها الدروه في الفرنسيه، وفاش غادي تدخل لفرنسا بغات انها دير هاد المقاربه او الموازنه، بحيث انه فاش ديري المقاربه او الموازنه عندك لا ليسونس بطبيعه الحال هنايا غادي يشوفوا على حسب لو سيستيم سكولير نتاع فرنسا بشحال غادي، يعني مثلا انت عندك لا ليسونس يقدر مثلا يكون عندك بالنسبه لفرنسا يكون عندك باك بلس 3 ولا باك بلس 3 فوالا نظن هكذا. يعني كيف قلت لك اختي وديجا راني جاوبتك ونجاوب باش هكذا الكل يقدر يعرف، تقدري ديري بزاف نتاع لي ميتي، تقدري تشوفي واش تقدري انك تقراي تزيدي تقراي شي شويه ولا انك ديري فقط اون فورماسيون ولا تشوفي المهم مع البول امبلوا، تقدري ديري اسيستون سوسيال، تقدري كما قلت لك انك ديري الا بغيتي تقراي بما انه عندك اللغه الفرنسيه يعني تو ميتريز لا لونغ فرونسيز انك تقدري ديري اسيستون دونتير تخدمي مع الدونتيست، كما انه تقدري ديري يعني بزاف نتاع الحوايج اللي تقدري ديريهم بلو ديبلوم ديالك. الوغ دروك غادي نفوتو عندي بغيت نصيفط لاكاف اوراق ولكن ما بغيتش انني نديبلاسا، بغيت نصيفط غير باغ انترنيت، كلشي كاين في لو كونت كاف في لو كونت نتاعكم تاع لاكاف، ولكن كاين لو سيت او الايميل نتاع ترانسميتر ان دوكيومون غادي نكتبها لكم وغادي تشوفوها ترانسميتر ان دوكيومون بوان كاف، وديروا الرقم تاع الديبارتمون ديالكم وديروا ايروباس وديروا انفو وديروا تيغي وديروا كاف.fr. المهم كذلك غادي نجاوب على الشوماج ومن بعد نمشي نجاوب على الاخت اللي سولات انه واش تقدر كيفاش دير باش تقري اللغه العربيه هنا بفرنسا. بالنسبه للشوماج كيف قلنا انه صرحت وزيره الشغل مدام بورن لا دغنيغ فوا على انه الناس اللي راهم فان دووا، وكاين اللي كيقولوا لي وشنو هي لا اس 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 وشنو هي يعني فان دووا، فان دووا هي انه كيكون عندك حق في الشوماج وكتاخذي الشوماج ديالك، يعني من بعد ما توقفتي على العمل كتاخذي الشوماج ديالك، لكن بعد كيجيك واحد الفتره كيكمل لك هذاك الشوماج. الوغ بول امبلوا كتاخذ الدوسي ديالك وكتشوف انه واش نتيا كتنضمني في لي كريتير، يعني باسكو كاين دي كريتير باش تاخذي لا اس اس وهي allocation solidarité spécifique، يعني واش تقدري تاخديها. كاينين الناس اللي دابا عندهم فان دغوا ولكن بهاد سبب هاد الوباء بطبيعه الحال غادي يديروا لهم ان برولونغاسيون يزيدوا لهم في هذاك لو شوماج ديالهم، وبطبيعه الحال الناس اللي فقدوا العمل ديالهم بسبب هاد الوباء يعني كانوا يخدموا في دي ريستورون ولا المهم لا دي كافي ولا بطبيعه الحال عندهم لو شوماج بارسيال. الو بالنسبه للاخت اللي سولتني كيفاش ندير بغيت نقري اللغه العربيه، باش تقري اللغه العربيه يعني الوسائل خصك انت اللي غادي تنوضي تشوفي كيفاش غادي ديري. اولا تقدري انك تشوفي مثلا سير جوجل، توجور جوجل كنقول لكم ديما خليو جوجل هو الصديق ديالكم في البحث وفي لي ريغيرش. سير جوجل تمشي تشوفي باغ اكزومبل ديري لا موسكي نتا هذيك المدينه اللي راكي فيها، غادي يعطيك تو سويت لو تيليفون، غادي تتصل بهم وغادي تشوفي طبيعة الحال كيفاش راهم كيديروا باش انهم يقروا. انا لحد الان مهم لي يعني هاد المرحله نتاع الوباء وكلش، يعني ما كانش عندي من قبل كان عندي اتصال كنت كنعرف بعض الاخوات ايتو المهم، ولكن درك يعني الامور تغيرات بحيث انه ما بقيناش نخرجوا بزاف ما بقيناش نطلعوا بزاف غير الى انه كنا نخدموا طبيعة الحال نمشي للخدمه ونرجع للدار، ما بقاش عندي لقاءات بزاف. لكن تقدري انك تتصلي بلا موسكي وتعرفي كيفاش انهم البنات اللي كيقروا في لا موسكي كيفاش داروا حطوا لو سيفي ديالهم، او انك تقدري ديري ملصقات وتخليهم كيف كيديروا، تخلي النمره تاع التليفون ديالك سواء عند المحلات نتاع العرب المهم سواء جزارة او الناس اللي كتبيع المهم حلويات او يعني اي مكان تاع العرب تقدري انك تخلي فيه. كذلك تقدري انك تدخلي الجروب يعني شي جروب في الفيسبوك تدخلي وانك تخلي النيميرو ديالك او انك تخلي المهم البيانات ديالك باش الناس اللي تقدر انها باغيه تقري وليداتها يتواصلوا معك. الوغ بالنسبه واش نخر كومبليمونتير دو سونتي، هاد الكومبليمونتير دو سونتي دو سوليداريتي اللي سولتني عليه واحد البنت هادو كاين دار في لا سيكوريتي سوسيال اختي ما كاين دارش في لا كاف. الوغ بالنسبه لواحد الاخت سولتني قالت لي قبلوني بغيت ندير لا غوميز ا نيفو، قبلوها باش دير لا غوميز ا نيفو لكن من بعد هي قالت لي رفضت. ومن بعد هما يعني بحال لي بولون بلوا ما بغاتش انها حتى قالت لهم واه ندير لا غوميز ا نيفو يعني وسجلوها كلش، ومن بعد رفضات. هي رفضات حيت كان عندها ظروف، لكن غير بغيت نقول لكم الاخوان والاخوات اذا شي واحد فيكم وقع في هذا الشيء يعني مثلا طومونتي تو غوميز ا نيفو ولا شي فورماسيون ولا
وقعتوا انه عندكم شي ظرف وما قدرتوش ديروها باش بولون بلوا ما تكلاسيكمش، يعني ما ديركمش على انكو نتوما من الناس اللي يعني ما مهتمينش ولا من الناس اللي ما عندكمش، المهم ما راكوش موتيفي ولا خاص دائما يكون عندكم ديروا واحد البريات تكتبوها كتابه وباغ اكوزي دو ريسبسيون وتشرحوا فيه كل شيء واش الواقع، ما ديروش غير بالتليفون، حيت بالتليفون هاد الاخت اللي تواصلت معايا قالت لها لا ما نديرش، هي هذيك لا ما ديرش ما غاديش تفهمها هي، خصكي توجور فاش يكون شي مشكل عندكم توجور اكوزي دو ريسبسيون باش هذاك البرهان يكون عندكم، وكتبوا بريه وكتبوها البولون بلوا نتاع المدينه اللي راكو في اللي راكو فيها، يعني البولون بلوا اللي كتمشيو لها وكتدعموها بالشيء اللي من اجله رفضتو. مثلا الاخت عندها الابن ديالها صغير بطبيعه الحال غادي تقدري تصيفطي الى بنتك راها عندها مانيش عاقله قلتي لي 5 سنين ولا شي حاجه بحال هكا، ولا المهم الى بنتك راها بطبيعه الحال في الماتيرناليتو غادي تجيبي الاسباب على انه بنتك ها شنو عندها، وهاكي انتيا ما قادراش باش ديري لا غوميزا نيفو حيت بنتك ما عندكيش اللي تكيبالك بها ولا ما كانش اللي يديها، ولا خصك تدعمي هذاك الشيء اللي تكتبيه ودعميه بشي حاجه اللي تجيستيفيه باش هكذا يكون عندك البرهان، ودائما فاش تصيفطوا شي حاجه لشي اداره صيفطوها باكوزي دو ريسبسيون باش يكون عندكم يعني الحاجه اللي تبرهنوا بها. نظن هذا هو هذا هو يعني الاسئله اللي انني جيت باش نجاوب عليها، نتمنى هذا لا فيديو كان مفيد، نتمنى انكم استفدتوا، نتمنى انني كون زدت لكم شي حاجه يعني في دماغكم وفي راسكم، ونتمنى انه دائما تكونوا يعني يعني متواجدين يعني فاش نحط لا فيديو يتشاف. بعض المرات طبيعة الحال بعض المرات ما غاديش كاع المواضيع غادي يهمكم، بعض المرات فاش كنحط شي موضوع طبيعة الحال كنشوف انه الاهتمامات ديالكم كاين بعض المواضيع اللي كيتشافوا، كاين بعض المواضيع اللي كيتشافوا قلة، كاين بعض المواضيع طبيعة الحال كنحاول انني نرضي يعني الجميع. نقول لكم ان شاء الله نشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم في امان الله.